تشيل منها المشاهد دي في الدنيا حاجه مسجله. هي دي الحريه اللي احنا هي دي حريه ثوره 25 يناير، هي دي الحريه اللي بنتكلم عليها. احنا قمنا بثوره عشان الحريه، احنا قمنا عشان نتخلص من حزب حقيقي. حزب ثاني هيجي، حزب ثاني ديكتاتوري ولا احنا بنشوفه دلوقتي؟ في حزب ديكتاتوري بيجي يحكم مصر بدل حزب الوطن. ده اللي احنا جايين نقوله، احنا جايين نقف لصالح الوطن.